السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد، كيكه بخليط 1/4 ديال الشكالات، وكل شكل بلوكو بوحديتو. هذا الخليط اولا هذا الكيكه جبته من الوليدات، اللي كل واحد في الدار اشنو كيبغي، كاين اللي كيبغي ديال الليمون، كاين اللي كيبغي الشوكولات، وكاين اللي كيبغي ديال الفروي. انا جبت لكم الحل لهاد المشكله باش ما تبقايش انك كل مره ديري كيكه، انا كيكه واحده وغادي ديري منها 4 ديال الشكالات. كنتمنى انكم تتبعوني من الاول حتى الاخر، واهم من ذلك راه كيجيو خفافين البنات، وانا متاكده الا جربتوها فغادي تولي دائما ديروهم الوليدات ديالكم خصوصا في هذه المدرسه. يلا تبعوا معايا الطريقه والمقادير. تبعوا معايا المقادير. عندي 6 ديال البيضات يكونوا متوسطين ويكونوا بحراره المطبخ، عندي كاس مملوء ديال الزيت، عندي كاس ونص ديال السنيده، عندي كاس مملوء ديال الحليب، وعندي 3 ديال الكيسان عامرين ديال الطحين، و 3 ديال الخميرات حمر من فئه ديال 8 غرام. اول حاجه كناخذ هذاك البيض اللي كنهرسو كنديرو في مولينيكس اولا باتور اولا عجانه اللي عندكم متوفر. كنبقى نطلع في هذاك البيض حتى كيتغير لي اللون ديالو. كنتمنى انكم تسمعوا هذا المقطع هذا حتى يتغير لي اللون ديالو من صفر للابيض. ومن بعد غادي نزيد نضيف كاس ديال السنيده. بالنسبه للكاس ديال السنيده انا ضفت كاس ونص ديال السنيده، كتبقى دائما حسب الحلاوه. انا كاس ونص جاتني هي هذيك، بالنسبه للناس اللي كيبغيو الكيكه تجي عاديه انا ضفت كاس ونص بالعبار ديال كاس ديال العنبه. كيف ما كتشوفوا هنايا تغير لي اللون ديال البيض. بالنسبه للبيض انا عندي ما عايشه برا، عندي البيض بحال البلدي، فالصفر ديالو كيكون بحالو بحال البلدي. اما البيض الرومي راه في ساعه كيولي بيض. هنا ضفت كاس ونص ديال السنيده كما سبق وقلت لكم، غنخلي لكم كلشي في صندوق الوصف. كنضيف شويه بشويه حتى كيزيد يتضاعف ليا الحجم ديال البيض وكيزيد يتغير ليا اللون ديالو. هذه خطوه مزيانه. بالنسبه للبيض خاصو ضروري يطلع البيض، كل ما طلع كيعطينا واحد تيكستور غزاله. كنزيد نضيف الزيت شويه بشويه كيف ما كتشوفوا، انا راه كنضيف غير شويه بشويه وكنزيد نطلع، ما كنحبسش من تطراب نهائيا. بالنسبه للناس اللي عندهم العجانه راه انا نفس الطريقه درت، الا عندكم غير الباتور راه نفس الطريقه غديروا. كنزيد نضيف الحليب يعني كميه بكميه وكنطلع وما كنحبسش نهائيا. بالنسبه للخميره حمراء انا ضفتها في مع الطحين، وضفت شويه ديال الملحه ضروري باش هكا كتحسن لينا الذوق ديال الكيكه، ما كتجيناش باسله من الملحه. هنا البنات حبست من بعد ما ضفت الكميه ديالي ديال الفورس. هنا كنتاكد ان الفورس ما بقاش لينا لتحت نهائيا، كنحيد هاد السميتو ديال العجانه وكنقسم الخليط ديالي على 4. هنا خديت هاد الكويرطانات هادو اولاد المولات كيتباعوا عند المحلات اللي كيبيعوا شي ديال الحلويات اللي كيبيعوا شي ديال الحلويات. اول حاجه خديت الكميه الاولى اللي ضفت فيها المكسرات، درت هنايا القرقاع والزبيب، يمكن لكم ديروا اللوز زبيب، ديروا برقوق، ديروا مشماش اللي متوفر عندكم. انا هنا ضفت غير الزبيب والقرقاع، ما بغيتش نكثر كثره المكسرات باش هكذا الا بغيتوا تضيفوا الكيكه تجيكم سهله. الصراحه هذا الشكل هذا المذاق ديالو زوين بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش المنكهات وما كيبغيوش شي حاجه كثيره. من بعد ما خلطت كيف ما كتشوفوا خديت هذاك المول ديالي ضفت فيه هذاك الخليط ديالي ديال الكيك كامل. بالنسبه للمول راه ما كيتدهن ما حتى شي حاجه، ضفت فوق منه شويه ديال الجنجلان اللي يعني جنجلان عادي ماشي بيض، الا عندكم بيض صراحه كيجي افضل، مي انا كان عندي غير العادي ما حمرته ما حتى شي حاجه لانه غير تحمر في الفران. بالنسبه للشكل الثاني او للخليط الثاني هنا ضفت راس معلقه ديال لوغو ديال بيستاج، وغنزيد نضيف شويه ديال الفروي. بالنسبه للفروي انا ضفته هكذاك، يعني ماشي ضروري انكم تدوزوه في الطحين باش هكا يبقى ما يهبطش لكم الكيكه. ما هبطت ليا ما حتى شي حاجه، راه شفتوا البدايه ديال الفيديو اولا التقديم ديال الفيديو كيفاش. غنحاول انني نخلط ما نكثرش التخلاط باش هكذا ما حتى يهبطش ليا البيض ديالي اللي من الصباح وانا كنطلع. صافي هنا من بعد ما تاكدت انه هذاك النكهه ديال البيستاش وهذوك الفروي اندمجوا مع بعضياتهم مع داك الخليط، نفس الطريقه غادي نكبهم في هذاك المول ديالي ديال
ديال الكيك. بالنسبه للمول انا ما دهنتوش كذلك، غناخذ عاوتاني الشكل الثالث اولا الخليط الثالث. هنا كنزيد نضيف ليه جوج معالق ديال الكاكاو، انا عندي الكاكاو حلو ما كانش عندي صراحه المر، زدت ضفت ليه شويه ديال بيبيتو شوكولا، انا ما ضفتش البيبيتو شوكولا كامل، انا في الاخير بغيت نضيف شويه من الفوق. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع الشوكولات، بالنسبه انا راجلي ما عندوش مع الشوكولات، ف ما تخلطوش الشوكولات، انا ما بغيتوش ديروا غير بيبيتو شوكولا، يعني راه كافي صافي. غنعاود من بعد ما تخلط مزيان، تاكدت ان كلشي اندمج مع بعضياتهم، خديت عاوتاني المول ديالي الثالث وغنضيف فيه هذاك الكيكه. بالنسبه للمول راه ما دهنتوش، يعني المولات كاملين انا ما دهنتوش، راه ما كيلصقوا ما حتى شي حاجه، خديت شويه ديال بيبيتو شوكولا وضفتهم فوق من هذاك الكيكه. الا بغيتو تقدروا نتوما ديروا الفيرميسي، يعني اي حاجه من هادشي الا ما كانوش متوفرين عندكم تقدروا تضيفوا غير الفيرميسيل في الكيكه. خديت الشكل الرابع اللي ضفت ليه هنايا الليمون محكوك، يمكن لكم تضيفوا الحامض محكوك او هكا الحامض محكوك، وتقدروا ديروا البافون، تقدروا ديروا الليمون محكوك وكذلك الليمون من الفوق هكا ترونش، كتبقى دائما حسب الرغبه. من بعد ما ضفت الليمون محكوك وخلطت مزيان كيف ما كتشوفوا، ضفته على المول ديالي، وكيف ما قلت لكم قبل ما دهنوه ما حتى شي حاجه، خديت الليمون اللي قطعته هكا ترونش وعاود قطعته هكذا صافي، وكنحطو هكذا على الكيك ديالي. الا بغيت نقطع اكثر من 4 ديال لي ترونش وهكا ونحط واحد حدا واحد، انا هكا الصراحه حطيت واحد من بعيد على واحد باش كيجي المنظر ديالو زوين، وحتى اللي بغى يقطع هكا طريف ديال الكيكه كبير يقدر يقطع صافي. من بعد ما كملت الربعه ديالي ديال الكيكه كيف ما كتشوفوا، حتى لو بغيتي ديهم عند شي واحد يعني الضياف اولا ملي يجيو عندكم الضياف تحطوهم ليهم راه كيجيو زوينين. هنا دخلتهم للفرن لدرجة الحرارة 180، إلى كان الفرن ديال الغاز يكون متوسط الحرارة حطوهم وشعلوا عليهم الفران. من بعد ما طابوا خداو ليا أنايا هنايا 35 دقيقة، خرجتهم الفران خليتهم حتى بردوا. خديت هنا العسل دهنت به هذاك الليمون باش كيعطينا واحد اللمعان، ودهنت به صراحة كذلك حتى الكيكة باش عطتني واحد الشكل ديالها غزال. كيف ما كتشوفوا قبل ما نخرجهم من الفران نتاكد انه الكيك ديالي طاب بواحد النكاش ديال الاسنان اولا الكوردون صافي. تاكدت من انه بالربعه طابوا ليا ما كياخذوش ليا الوقت نهائيا، وكيف ما كتشوفوا كيجيو 4 ديال الكيكات. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال اعجابكم، والفكره اللي حطيت لكم تنال اعجابكم ليكم والوليدات ديالكم اولا الضياف ديالكم. انا متاكده راه الا جربتوا هذه الكيكه البنات راه انا متاكده انه اي واحد حطيتي له هذا الكيك اولا ديتيهم غادي يطلب لكم لا غوسيت ديالو، كيجيو خفافين كيجيو هشاشين، يعني راه كيدوبوا في سافيسا كتحطهم في الفم مع كاس ديال اتاي ولا كاس ديال القهوه كيجيو غزالين. هذا النهار كثرت الهضره في الفيديو. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال اعجابكم. لاول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد، ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو للناس اللي عزاز عليكم باش يجربوا هاد الكيكات هادو، وما تنساوش تخليو لي تعليق ديالكم الزويونين اللي كيحفزوني وكيخليوني كنحط الفيديو، وانا فرحانه ومتاكده ان الفيديو غادي يجوني منه تعاليق ديالكم الزوينين. ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ما تنساوش تخليو لي التعليق ديال الفيديو الجاي اشنو بغيتو يكون فيه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.